إذاعة الجزائر إسكرا الأخبار. التاسعة صباحا بصفحة إذاعة الجزائر من بسكرا، دوما نتواصل معكم عبر إذاعة الجزائر من بسكرا في طبعا النقل المباشر لهذه الانتخابات البلدية والولائية. إذا نعرض إخباري تقدمه حنا شوبية مرحبا. أهلا بكم مستمعينا الكريم، تحية متجددة إلى هذا الموعد الإخباري. إذا فتحت منذ 8 هذا الصباح مراكز الاقتراع أبوابها أمام المواطنين لأداء واجبهم الانتخابي واختيار ممثليهم في المجالس البلدية والولائية ضمن انتخابات محلية تأتي في ظل ترسانة هذا فيما تحصي ولاية لجلة الهيئة الناخبة تزيد عن 107,000 ناخب موزعين عبر 73 مركز اقتراع. الانتخابات المحلية كتجربة ثانية بعد التشريعيات الماضية ستكون عن طريق نمط جديد من الاقتراع يستند على القائمة المفتوحة بتصويت تفضيلي دون مزج، وهذا لعودة مدتها 5 سنوات. ويخوض هذا المعترك الانتخابي مترشحون تقدموا تحت غطاء حزبي وآخرون اختاروا المشاركة ضمن قوائم مستقلة. وفي هذا السياق بلغ عدد قوائم المترشحين البلدية بولاية بسكرة 92 قائمة بين حزبية وحرة وسبعة قوائم حزبية مترشحة لتجديد المجلس الشعبي الولائي. وفي تصريح له قبيل انطلاق عملية الاقتراع أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي أن الجزائر الجديدة تبنى على الاختيار الحر للشعب لمن يمثله في المجالس المنتخبة، مطمئنا الناخبين بأن أصواتهم في الانتخابات المحلية أمانة وستكون محفوظة. وفي سياق متصل أجرى رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون أمس لقاء مع ممثلي وسائل الأعلام الوطنية، تطرق خلاله إلى العديد من النقاط الوطنية والدولية المهمة. وفي سياق الانتخاب أعلن الرئيس عن مراجعة قانون البلدية والولاية قائلا إن قانون البلدية والولاية سيعرف تغييرا جذريا بحيث سيتم منح صلاحيات أوسع للمنتخبين، مشددا على ضرورة مراجعة مثل هذه القوانين وإعطاء صلاحيات أوسع للمنتخبين. وأوضح الرئيس بالمقابل أن الصلاحيات بدون إمكانيات لن يكون لها معنى، مبرزا بالمناسبة ضرورة إعطاء الإمكانيات اللازمة للمنتخبين وهو ما يتطلب مثل ما قال مراجعة قانون الضرائب. هذا وأعلن رئيس الجمهورية أيضا عن استحداث مفتش متواصلة على مدار اليوم لرصد مجريات العملية الانتخابية من خلال زملائنا ومراسلين عبر مختلف مراكز الاقتراع ببلديات ولايتي بسكرة وولاد جلال. بعد ساعة من انطلاق العملية الانتخابية نربط الخط مباشرة عبر زملائنا لرصد الساعة الثانية من العملية الانتخابية إلى ولاية لجلال زميل عبد الرحمن محمدية من هناك. إذن بعد سويعة من الزمن ما زال المشوار طويل وما زال اليوم متواصل، إذن هي ساعة ثانية فقط، لكن هل بدأت وافد المواطنين على المراكز الانتخابية؟ زميل عبد الرحمن محمدية صباح الخير مجددا، إليك الخط. شكرا زميلي. عملية تنظيمية على مستوى المكتب الذي أنت فيه سيدي الكريم أتيت واجبك الانتخابي يعني. الأكيد أنك الحمد لله رب العالمين، أنا أديت واجب تاعي الوطني إلى الوطني الانتخابات، خيرت الممثل باش تطلع الوطن واحد مثابت وهدية، وهو اللي كما نقولوا احنا بالدارجة هو اللي يجيب حق الضعيف أمام المسؤول. احنا نتمنى ان شاء الله رام ولادنا ورام بلادنا ورانا نخدموها وان شاء الله نتعاونوا بيد بيد ان شاء الله عدو وحده حاجه زينه ان شاء الله، لاننا رانا عايشين باش نثبتوا رواحنا في الجزائر هذه، وبربي ان شاء الله الدوله تاعنا راها ادت الواجب هذيك التنظيم وكذا ما شاء الله، والله غير ما شاء الله ان شاء الله. مادام قلت الواجب واش تقول للمواطنين؟ ان شاء الله كل يخرج الغاشي كاع يصوت ينخب ويخير اجمل افضل واجمل وافضلهم، والله غير نحلق بينا هذه. خلاص المواطن ما يعودش يعود من الصباح الليل هو يحمل في ربي، المهم اخرجوا برك نخبوا واعطوا رايكم في حد. انهي هذه المراسله من مركز بن خلدون، سنتنقل ان شاء الله الى مركز اخر
يكون فيه الإقبال أكثر حتى تكتمل الصورة هنا بولاية جلة. شكرا زميلنا عبد الرحمن على التنمية نحو تحسن الأوضاع على مختلف الأصعدة. إذن أمنيات نرفعها وحان الوقت، هي فرصة للتغيير وللتجسيد لما لا على أرض الواقع. ما زلنا نرصد أجواء العملية الانتخابية إذن عبر جل مراكز الاقتراع. نحاول إذن بين الفينة والأخرى ربط الاتصال بزملائنا، عندنا مشكلة في ربما الاتصالات مع هذا الصباح. إذن بعد لحظات انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية 27 نوفمبر 2021. تريد التغيير، ابصم وأتمم البناء المؤسساتي. أنا أنتخب، إذن أنا موجود. المشاركة الواسعة دليل على حسن المواطنة. تصحبه رياح من غربية إلى شمالية غربية تصل سرعة 24 كيلومتر في الساعة. الرطوبة المسجلة لهذا اليوم 64%. درجة الحرارة الدنيا 9 درجات، لترتفع في الظهيرة إلى 17 درجة، وتعود الانخفاض ليلا إلى 10 درجات، وإلى كم درجات الحرارة الدنيا لبعض ولاية الوطن. سطيف بدنا وخشلة 3 درجات، قسنطينة 7 درجات، المسيلة 6 درجات، عنابة 9 درجات، وهران 8 درجات، تمغاس 13 درجة، ورقلة 11 درجة، غردية وتندوف 9 درجات، الوادي 10 درجات، وأخيرا أدرار 11 درجة. وكالعادة نختم ورقة أحوال الطقس بالمعلومات الفلكية. غروب شمس هذا اليوم يكون في الدقيقة 26 بعد 5 مساء، أما شروق شمس يوم غد بحلية فيكون في الدقيقة 22 بعد 7 صباحا. والله أعلم. أوقات ممتعة نأملها للجميع. ألف ميل تبدأ بخطوة. الساعة 10 دقيقة بعد 9 صباحا بسدوات إذاعة الجزائر من بسكرة. تحية مجددة لكم مستمعينا أصدقائنا وفينا في كل مكان. دائما نتواصل معكم عبر إذاعة الجزائر من بسكرة في هذا النقل المباشر للانتخابات البلدية والولائية لهذا اليوم 27 نوفمبر. دائما يخدمكم في هذه الصفحة ياسين دادة في الهندسة الصوتية الإذاعية، وياسين مواكبناني في الإخراج. طبعا ترافقكم أيضا كل الزملاء مجندين في هذا اليوم لتغطية هذه الانتخابات. نرحل بأسماءكم طيبة مستمعينا إلى برج بن عزوز، أين يتواجد زميلنا إسماعيل نوار. صباحك سعيد إسماعيل. صباحك سعيد زميلتي حنان، لك لكل الزملاء لكل المستمعين الكرام. نتواجد بهذه البلدة طيبة، بلدية برج بن عزوز، البلدة المشاهدة المعروفة أيضا
بإنتاجها الوفير لدجلس نور. أيضا هذه البلدة معروفة أيضا بإعطاء دروس في الوطنية، واليوم نتواجد في مركز الانتخاب في أباد والأخضر إقبال منقطع عن النظير، حقا لم نشهده في بقية مراكز على مستوى بلدية فوق هذه الصبيحة على الأقل، وبعض المراكز على مستوى بلدية مجاورة، لكن في بلدية قرشة عدد إقبال كبير جدا، خاصة العنصر الرجالي مع يعني طوابير طويلة وطويلة جدا، بحكم أنه هذه الانتخابات لها خصوصية أن انتخابات محلية لاختيار أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، دون إطالة إلى جانب أحد المواطنين المحبين لهذه البلدية أبدى بصوته وأبى إلى أن يتحدث ويدي أيضا ربما بكلمة.